احمد جهي، فاعل جمعوي، رئيس قسم الثقافه والرياضه والشؤون الاجتماعيه سابقا بالمجلس الجماعي. اليوم كنتواجدوا في عرس رياضي كيحتضنوا هذا الملعب هذا لتكريم احد الفعاليات الرياضيه، وانا كنعتبره هو هرم من الاهرامات ديال الرياضه بمدينه القنيطره، واللي عايشوا سنوات متعدده، واللي خرج اجيال متعدده، واللي عطانا مجموعه ديال اللاعبين اللي لعبوا في صفوف فرق متعدده في المدن، الفرق المغربيه ومن ضمنها النادي الرياضي القنيطري. عمر اخضر هو مدرسه قائمه الذات، هو غني عن التعريف. للاسف الشديد انه لم تنصفه لا المجالس المنتخبه ولا المسؤولين على الرياضه في مدينه القنيطره، ولكن انصف فهو الفاعلون الرياضيون بمدينة القنيطرة مرارا وتكرارا، وآخرها اليوم كنعيشوا هذا العرس الرياضي بالتكريم ديال هذا الهرم الرياضي اللي كنتمنى وأنا كنوجه له النداء مباشرة أنه الآن ما أحوج النادي الرياضي القنيطري الفئة الصغرى ليك سي عمر، ما أحوج أنك تكون من الناس اللي غادي يساهموا، يعني الكل منادة الكل أنه يستجمعوا القوة ديالهم باش نساهموا كلنا في الإنقاذ ديال النادي الرياضي القنيطري. خرجوه السنة الأولى من القسم ديال الهواة، عندنا طاقات كثيرة جدا كتشتغل بالجنب ديالك، ومرارا وتكرارا أنا عايشك عن قرب وكنعرفك مزيان، كنعرف القدرات ديالك والكفاءات ديالك، فهذا ملتمس من خلال هذا المنبر الرياضي الرائع جدا اللي عندنا في مدينة القنيطرة، وكنعتز وكنفتخر به. أنا كنلتمس منك وكنوجه لك هذا النداء، ما أحوج الفئات الصغرى والكبرى أنك تساهم في إعادة الأمجاد ديال النادي القنيطري مع الحفاظ على المدرسة ديال طبيعي. هي الاهرام، وكنوجه نداء لجميع الفاعلين في مدينه قنيطره انهم يساندوا ويدعموا سي عمر اخضر كهرم من الاهرامات ديال الرياضه في مدينه قنيطره. وشكرا لجمعيه الاهرام واللجنه التنظيميه على هذا التنظيم الرائع لهذا العرس الرياضي اللي كنحضروا وكنعيشوا الاجواء ديال اليوم. وكنحتفظ على هذه البادره هذه، وكنشكر الاخوان القدماء الاهرام، انا محبي فريق الاهرام، وخوتي وليداتي هادو كاملين وليداتي يعني تربوا. وكنشكروا السي محمد الجهي، السي محمد الجهي كنشكروا بزاف، لان حتى هو يعني من بين الناس اللي ما كندعموا هذه الجمعيه هذه سنين، وباش باش باش كان معاونا ووقف معنا، ويعني الشاده والفاده والكبيره، وكنلقاو من عنده الدعم، وكنشكروا من هذا المنبر هذا. وبصراحه انا تفاجات اليوم، تفاجات هذه تقريبا نقول شي يومين هذه باش تفاجات قام بالبديره ديال التكريم، وانا فرحان بهذه المناسبه هذه. وكما كنشكروا للجميع الاخوان اللي كيساهموا في هذا التكريم هذا، وكما قال سي محمد حنا ديما جديد مجتهدين تبارك الله باش نرجعوا للنادي القنيطري للسكه الحقيقيه اللي كنتمناو، لان تكون واحد الفئه كرويه لجميع الاطر جميع الفئات الكرويه ديال القنيطره، وخصنا كلنا نتضامنوا كلنا خصنا نتحاموا على واحد كما نقول واحد المسؤوليه اللي خصنا نتغلبوا عليها كاملين باش ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. وكنشكركم.